أعزائي المشاهدين صح أفطاركم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية. وعلاش تحلف؟ أتخيل أنك في يوم من الأيام طيح في موقف كيما هذا، كيفاش راح تكون ردة فعل ديالك؟ خير يا وليدي. أنا ميمو. يا وليدي الله ينورك، تقدر تعاوني نشري دواء لوليدي؟ يتيم وراه مريض ما عنديش باش نشري. شوفي الحاجة كنت نقول لك ما عنديش. في وجه ربي. كيفاش اليتيم و... في وجه ربي. في وجه ربي يا وليدي، عاوني عاوني نشري له دواء لوليدي. شوفي نحمد لك ملاكاس. ونقولوا من لحوم لهم ملاكاس. الله يحفظك يا وليدي، يعطيك الصحة يا وليدي. بارك الله فيك يا وليدي. فيك بركة يا يما. إن شاء الله. قولوا من لحوم لهم ملاكاس ولا. يعطيك الصحة يا وليدي. هذه ندامة الخير برك إن شاء الله، يعطيك الصحة يا وليدي، يعطيك الصحة، ربي يربحك. شي جات سحقت الدراهم عطيت لها قلت لهم غادي نحوم لي ملاب. اي قال لي نحوم لي ملاب. عنديش انا، قالت لي لوجه ربي ما قدرش حبيش نرجعها. عطيت لها ملاكاس قلت لهم غادي نحوم لي ملاب. ايه قال لي نحوم لي ملاب. هو نيتو صافي هو. سيدي راه واش انا هكذا سمعت واش راه يقول واش راه يقول. واش كاين عمرو؟ جات له عطيه لي عاوني مش عارف عندها يتيم وكذا. قال لها نعطي لك من لاكاس ومن بعد نحوي لي من لاكاس. لا ما من لاكاس. بين وصلنا. وصلنا في قوالب هذو. اقسم بالله غير هكذا سيد تكذب سيد. قوالب هذو كذا. انا خاطئني ما نعرفهم. هو نيتو صافية هو باش يعاونني برك. انت جيتي ليه؟ ايه جيت لعندو باش يعاونني عاونني. في وجه ربي في وجه ربي. واش قال عمي؟ هكذا سمعت انا كيما راه يقول. جات قالت له اعطي لي عاونني من هكذا. جبد 200 عاد قال نعطيها لك نحاول من لابي. انا واش سمعت من الهضره هكا الصراحه ما نعرف هو ما يعرفني انا جيت نشهد. تشهد معاه حتى يا عمي؟ نشهد معاه. قال لك حبسوا من الخدمه هذه جات في لا لا نشهد معاه باللي هذه هضرته اللي قالها. انا قلت نحاول من لابي. اه سيده وشهد معاه. يشهد معاك يهضر يشهد معاك ما خطوش. هذا جات في دخته تحبس من الخدمه. جيت شهد معايا يا عمي. ماهوش نورمال شهد معاه الليل. إلا ضروك سير بلاص نشهد معاك. عندنا مسؤولين تحت تهبط تشهد معاك. معليش نشهد معاك. إلا ما قبلش ما قبلش نشهد معاك. والحاج بيناتنا يحوزوني على عسى كيما. لا 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 أنا نيتي الخير الحاج. أنا يا هكذا سمعت واش نشهد واش سمعت. هكذا قالت له هكذا قال لها كيما راني نقول لك. وحبيدي الخير هو. لا جيت لهجة قبل من يستغرب معاك سمعت. أنا الحرج جيت سمعت الهضرة. الله يبارك الله يسلمك. كان عاونتها انت هذيك منيتي انا يا ولا انا راني نقول له عاون بس الحاجه هذيك منيتي الحاجه هذه ماشي سرقه انا ما سرق اخويا انا خاطيني هذه سرقه ولا مش انا دفيت الموقف حارج حتى عاقل خدام الله يبارك جيت تقيله 200 الحاج قلت انا حملي مابي المقتاش يعني ياك هدرت سبحان الله العظيم نزيدو نضلو نهضرو هضرت للسيد انا هضرت لهم بيزيد عاودي ردي له 200000 معليش معليش غير ما تحاوزوش بك من الخدمه غير ما تحاوزوش بك من الخدمه لا لا يا اعطيها لا انا خلص اعطي له 100 انا اعطي له 100 يحيى مولى بلادي ويحيى وبنات بلادي وحنانا بالحساد احلى ولاد الجزائر خاوة في كل بلاد هيا ادي 100 من عندي و100 من عند السيد صحيح هاي بارك الله فيكم وفي كلش يعطيكم الصحة خاوتي حبيت نقول لكم حاجة برك خاوتي هذه اكسبيريونس درناها تجوز في رمضان إن شاء الله نبينو جزيري طيبة ديالو ربي يحفظكم يعطيكم الصحة علاش تحلف تزعف هو بالخف تتقلق سليم دارها بيك يبغيك راهو ينرفي فيك بون خاوتنا بارك الله فيكم الحاج ربي يحفظك خويا العزيز يعطيكم الصحة باش نبينوا طيبة تاع الجزائري ربي يحفظكم خويا جبد دراهم وحنا غادي نهضرنا الصراحة ياك الصراحة كاع في نيتنا ربي يحفظك نعاونوا زعما باش ما انت خبزتك في اللعبة والمرة ثانية مسكينة تسهل بارك الله فيكم يعطيكم الصحة جات يعطيكم الصحة بنقول لهم صحة فطوركم صحة رمضانكم هذه في رمضان في رمضان إن شاء الله على قناة البلاد إن شاء الله هاك الحال بالنية ربي يحفظكم ولي صحة ديري باي باي علاش